لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا هجم الزبار سلام سلام يا الغزيل سلام يا الصامل سلام يا الصامل سلام اشكرك يا الصامل على المحافظة على الغزيل على المحافظة على هذه الدرة على هذه الذهبية الذهبية الرمز الثالث على التوالي بنت شديد ام الزبار سلام يا الغزيل سلام سلام يا شديد سلام الله الشلفة 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 مع بنت شديد فرام بن محمد بن قريع المضمر الصامل نشكرك على حضورك وعلى الصمله الليله في اشواط الرمز يا مرحبا يا بريك الله يمسيك بالخير والحمد لله على التوفيق ناموس الغزيل وبعد مره ثانيه ناموس الغزيل وناموس مكلف ولكن الغزيل ناموسها غير لانها في رصيدها رموز من اول ومرشح تستاهل خير يا بريك والحمد لله على التوفيق كذلك ناموس اختها اللي ما قصرت جره الشوط وخدمت وقدمت عرض الليله تشكر عليه تستاهل خير الله يطول عمرك يا بريك فراني خطط بالجساسية للمهرجان الرمز القادمة خلاص انكشفت الأوراق الليلة من دخل في شوط الرمز وهو يقدر يخطط بيخطط نعم الغزيل فاران ضغط عليك أكيد من قبل المهرجان لها ناقة رعاية رموز ومسجلة في رمز طال عمرك الغزيل ناقة رعاية رموز والغزيل ترى ما عندها جاهزية للركض واجد لكن الطيب يجمل ولا ناقة ما عندها إلا مشاركتين وعصاها في بطانها ولكن الحمد لله على التوفيق كيف شفت مستواها الليلة؟ مستواها طيب على قد جهوزها طيب وهي عاد عندها احسن من كذا الناقه ما عندها جهوز. ذكرنا بسلاله الغزيل اللي ضيفت الشلفه الذهبيه الثالثه في رصيدها. الغزيل طال عمرك ابيها شديد من انتاج ام الزبار وامها من انتاج ام الزبار. بنت شديد واللي جات الثالثه عليها بعد بنت شديد. صحيح الاولها على شديد واللي جات الثالثه على شديد. نعم والمركز اللي جات الثانيه اللي ما قصرت صراحه. هذه الجساسيه على السعدي. الجساسية الليلة يمكن تقدر تاخذ رمز لكن فاران على ما يبدو والله العالم انك تبغي الغزيل تسجل الرمز الثالث. كلها فيها بركة وما قصرت. لكن انت لو اتيحت لك الفرصة وكلها تحت تضميرك بتخلي هذه تسبق ولا تبغي الغزيل تسبق بصراحة؟ كلها ما عندي. تحب الغزيل انت يا فاران؟ اكيد الغزيل احبها وكل اسنافي مثلك وشراك يحب. الليلة محبة الغزيل. ما يحتاج الغزيل ناقة طيبة والطيب كلنا يحب نعم والتوقيت نهنيك على التوقيت اللي ما تسجل في هذا المهرجان مع الغزيل والحمد لله على التوفيق يا أبو بريك أفضل توقيت في المهرجان بشكل عام صحيح هي أفضل توقيت في المهرجان ننتقل إلى مكلف اللي خدم الليلة بعد في الشوط خدمة كبيرة واستطاع في الأمتار الأخيرة أن ينتزع الخنجر الذهبي الليلة للإنتاج الحمد لله تستاهل خير يا أبو بريك ومكلف بعير طيب إنجازاته عنده نقاط واجدة سبق في الموسم نعم ومنافسات والبعير توه على بداية استعدادية بس الليلة قدم خدمة كبيرة وروح معه قعود سبوق اللي هو عتيم وانضغطت لكن مع ذا رجع وخذ الرمز يعني المفروض اللي مثله يستنزف يعني ساحب الشوط من البداية الحمد لله يا أبو بريك صحيح البعير إنه دفع مع بعير سبوق ولكن هذه كلها توافيق وارزاق لكن انت ريحته في الامتار الاخيره شوي اعطيته راحه شوي صحيح انا ما ضغطت على عتيم الى الامتار الاخيره حتى تجاوزه يمكن عتيم وبعد ما تجاوزه وراح عتيم انت حركته في الامتار الاخيره صحيح خططت شوي ما خططت وناموس عتيم عندي واحد اكيد ناموس عتيم وناموس نشوان اللي عند حمد بن زاهره او عتيم اللي عند مبارك اكيد مستم الزبار لكن اتكلم على سيناريو الشوط القعود استراحه محارب فاران ما اعطاه اوامر انتظر عليه شوي حركته في الوقت المناسب. صحيح كل واحد يساير مطيته بيحاول انه يجيبها في الوقت المناسب وكل ما يذخر فيها الى النهايه مو مقصر. خلاص هجنوا من الزبار نقول انتم مضمرين عندكم في الثانيه ولا خلاص اكبر شيء الجداد؟ لا اكبر شيء الجداد طبعا. صحيح. خلاص الحين مهمتكم الليله بانتزاع رمزين كفاران ارتحت خلاص من المهرجان. ما يحتاج لا خلاص الركض اكيد انك ترتاح. نعم كم رمز اخذت في مع ام الزبار؟ طال عمرك سبع رموز. ام الزبار لا في هذا الموسم. في هذا الموسم رمزين. الله يوفقك. الليله. الليله نعم. الختام مسك. والختام مسك نعم طال عمرك. الله يوفقك. هذه النواميس والفوز لمن يهديها ابو محمد؟ الى سمو امير البلاد المفدى والى انتاج ام الزبار والقائمين على انتاج ام الزبار. يض الله وجهك يا الصامل وخليك دائما صابر الله يوفقك وفالك التوفيق والناموس ان شاء الله. ووجهك يا ابو بريك الله يعطينا وياك التوفيق الطيب. شكرا ابو محمد. العفو العفو طبعا.